حضرتك عقد لفهمك عقد الناس عم يتفرجوا علينا. ماما انت يا فؤاد انت خلاص فؤاد فؤاد بوس ايدك لا تفضحني عقد. مشان هيك مو طايقتي لبابا؟ وعك تغلط. انا اغلط يا ام ثمان اولاد يا ست نيفين وفداء؟ بخصمك قول كل شي في عندك بعدين بجاوبك. جاوبيني على شو بدك تجاوبيني ولا على شو؟ ردينا نعمان زوجة سالم من ازهري قاعدة مع واحد قلت لك انت خلص فؤاد ماما لا تقولي لي انك انت قاعدة هون لحتى تنصحي. لكان ليش قاعدة معه؟ يا سيد فؤاد انت امك بتعرف انه انتوا قاعدين هون لحالكم؟ امي؟ طبعا بتعرف. اعطيني رقمها. اعطيني رقمها احسن ما كسر المحل فوق راسك. معناتها ما معها خبر. ومع ذلك اعطيني رقمها. بدي سلم عليها. طيب خلص انا بتصل لك فيها. لوين قايل؟ عود احسن ما اعملك فرجه بالمحل. اعطيني رقم. طيب ولي على قامتك يا ردينا. ايوه مين معي؟ انا فؤاد ابن الست ردينا زوجة سالم الازهري. اهلين يا ابني خير. ممكن تعطيني ابنك يامن؟ والله يامن برات البيت. بدك منه شيء؟ يعني ما بتعرفي وين ابنك يامن؟ ما قال لي في شيء. تذكري اذا كان موعد حدا او بعتي لعند حدا. شو القصه يا ابني؟ هببتلي قلبي. قصه انه ابنك يامن هلا قاعد بكافتيريا العشاء مع مين؟ مع امي. شو؟ مثل ما عم قلك فتت على الكافتيريا لقيتهم قاعدين مع بعض. شو عم تقول؟ امك ما عندك خبر لا هلا ولا بالمره الماضيه. عفوا قصدي بالمرات الماضيه. شو خبرونا عشقانين بعض؟ استحي فؤاد انت عم تحكي مع امك. لكن لقاءكم هذا شو اسمه؟ بدون علم حدا. شو معناته؟